ألو حزيران حبيبتي، أنا جاية لأتصل فيكي هلأ، جبت شغلات حلوة كتير مشانك، لو بتشوفي شو اشتريت. زينو خانم. شوفي؟ شو بصوتك؟ ليش هيك بالزور طالع؟ أنا بدي أترك. شو يعني بدك تتركي؟ عن جد أنا كتير بعتذر، بس حسيت إنه ما رح أقدر أعمل هذا الشي، ما بقدر. انتهى. ما بينتهي لحتى أقول أنا انتهى. شو صار؟ قوليلي شو صاير معك؟ فكرة بيك. ايه طبعاً طبعاً، أعطيني خالك لأحكي معه. خالي؟ يلا ثانية. بدياني؟ بدياني؟ ألو كوبي، خد بنت اختك وتعال المساء الساعة 9 للعنوان يلي رح ابعت لك اياه، ماشي؟ ما بعرف لأنه نحن هلأ يعني. كوبي؟ أنت ما رح ترضى تزعلني منك ما؟ طيب لكن رح أقول لك باي وبشوفك هنيك، إيه؟ صممت طقم سادة كرمالك، بس ما نصبر كتير. لا تخاف، ما رح تطلع بتشبه نجوم البوب. يعني بالمختصر المفيد، أنا إنسان وأنا ممكن إني أغلط مثلكن. هذا الشعور اللي لازم نوصله. بالمناسبة أبوك رجع كتب مقال كتير رائع، حفظتي اللي رح تقوله؟ مو اليوم جولشين، بكرة. رجعتوا تخانقتوا؟ بنات، طلعوا شوي. ايه؟ بطلنا نفضفض لبعض؟ طبعاً، أمك إجت وانت استغنيت عني يمكن. جولشين، لا تحكي هيك حكي رجاءً. أنت من البداية كنت جنبي بهذا الطريق، ما حدا بيومين بيقدر يجي ويخليني أنسى هالشي. هيك ها؟ لك أنت روحي وروح روحي كمان. شو زوجك علمك هالكلام الحلو كمان؟ مو أحسن ما أكون أم لسان طويل مثلك؟ شو كأنه في حدا عصب هون ولا شو؟ أوه يا روحي، شكلك قدرتي تتشجعي أخيراً وقدرتي تحكي قدامي بالنهاية، ها؟ برافو عليكي. بعدين تركيني أنا وابني على انفراد. ما رح تروح على مكان. قولي اللي بدك تحكيه قدامه. طيب معناها أنت رح تروح المساء الساعة 9 كرمالي ورح نحكي. إيه؟ شكراً إليك، خبرتيني. ليش لروح؟ لأني أمك. ممكن إنك تزعل أو ما تحبني أو حتى ممكن تكرهني، بس بالنهاية أنا أمك ورح تروح اليوم كرمالي. عن جد؟ تعرفي؟ عندي فضول كتير لأعرف أنتي شو عملتي كرمالي. رح ياخد ابني مني، رح ياخده. خبرني عن الطريقة. يعني لازم نثبت انك رح تقدري تأمني له بنية عائلية منيحة له بعد الطلاق، بيت دافي وعائلة حلوة، لازم يعيش ويربى بجو منظم. وقتها ما رح يقدر ياخد ابني ما؟ يا فوز، بدك تتزوجني؟ شو قلتي زينو؟ مثل ما سمعت، رح تتزوجني إذا اتطلقت من فكرة؟
أنا شو عملت؟ لا تهتم. رح أبعت لك العنوان على تليفونك ورح أنبسط كتير إذا بتجي. زينو؟ أنتي بتناديلي مدام زينب، فهمتي؟ وأنا رح أبعت لك رسالة على تليفونك ساعة البث والقناة، في برنامج لازم تتابعيه ضروري. ورح أنبسط كتير إذا حضرتي يا زينب. أهلا وسهلا. أهلين فيك أخي. يلا تعال تعال. خالي؟ نعم. أنت متأكد إنه هذا هو العنوان؟ إيه متأكد. لا مالي غلطان، هذا هو المكان كينجو. يلا تعال. خالي أنا ما عاد بدي، مشان الله تعال نرجع. يلا خلص قلن حزيران ما بدها. يا ربي دخيلك، شو هالحكي هذا هلا؟ ليكي ممنوع تبطلي أو تتراجعي أو تخافي أبدا. بتوقع أنه حضرتكم ضيوف زينو خانو. إيه صح، زينو خانو عم تستناكم بالجناح يلي رقمه 502. هذا جناح خاص بينزل فيه الناس المميزين وبس، تفضلوا من هون لو سمحتوا. عن جد إيه، شكرا إلك، تفضلوا. سمعتي الجناح كامل، يلا تعال. شو هالفندق؟ تعال تعال. تفضل. تفضلوا. أهلين وسهلين. مرحبا، أهلين فيكي. والله انبسطنا كتير إنه شفناكي يا خانم. نحن إجينا بسرعة، لو عرفانين كنا لبسنا ثياب مناسبة أكتر. ياسمين، إذا هي مشكلتك حبيبتي فأنا فوراً بلاقي لك حل. شوفي. أوه، يا عيني شو حلوين. واو، كتير كتير حلوين. زينة خانم ما في داعي، لأنه أصلاً أخذت قراري وخلصنا. حبيبتي شبك كل خمس دقايق بترجع بتحكي نفس الكلمة. شوفي. زينة خانم أنت لازم تسمعيني، أنا مو هاي البنت ولا بتناسبني هاي الأجواء أبداً. ماني هاي البنت اللي بأحلامك. أنا اليوم فهمت هذا الشيء كتير منيح. هاي الأجواء تماماً يلي بتناسبك، حتى قليلة عليكي. أنا استأجرت هالجناح كرمالك، كل هذا الشيء اللي حواليكي كرمالك. والله الصراحة أنا انبهرت بذوقك، كل شيء هون مثل ذوقي بالضبط. كل هدول الفساتين والخدم اللي هون، كل التكسير والتحطيم هون كرمالك انتي. يلا لشوف، افردي شعراتك، فرديهم. يلا برافو عليكي، شو هالشعرات الحلوين. شوفي لي هالشعرات قديش حلوين، بدي اياكي تضلي هيك دائما، كثير بيلبق لوشك. ماشي. شو عجبوكي؟ شوفي عن جد انا ما بستاهل كل هذا اللي عم تعمليه اليوم، انا ما قدرت اغني ولا غنيه بشكل منيح، ما بيمشي حالي، ما قدرت اغني. عفوا حبيبتي أنا بعتذر، بس اسمحي لي شوي.
معلش تحاكيني كلمتين على جنب زينو خانم، تفضلي. أنا مبارح كنت حابب صور كم صورة بوقت التسجيل للذكرى. شوفي كيف كانت حالة البنت، بكت كتير يا حرام. الله يلعنك يا فكرت. حزيران تعالي معي، تعالي. ما بتمسحي هاي الصورة أبداً، أوعك تمسحيها. تطلعي فيها كل يوم وكل ساعة كمان، كل ما طلعتي عليها أكتر طلبي أكتر حزيران، لأنه النجاح ما بيجي غير هيك. حتى إذا بتحبي بورجيكي بنت نجحت هيك، بلكي بتشوفي حالك فيها. بتعرفي إنه أنتي هلأ أحلى كتير من الأول؟ شكراً كتير. ما شاء الله. حزيران، ممكن دائماً يطلع بطريقك ناس يقولوا لك إنه بدهم يساعدوكي ويشهروكي، بس مو دائماً بيطلعوا لك هدول الناس يلي بيندروا حالهم تماماً إلك. صدقيني، خاصة إنه الناس يلي طلعوا على السلم ووصلوا للقمة كمان هدول ما بيطلعوا بطريقك أبداً. أنا بوعدك بهالشي بنتي. حزيران بدها تفتح. حاضر يا خانم. ما فهمت. روحي افتحي الباب لنشوف مين إجا. يلا خلينا نحن نكمل حديثنا برا على البرندا كوبي. يلا. تكرمي يا خانم ولو. شو عم يصير هون؟ بصراحة أنا ما عندي فكرة عن أي شيء. إيه؟ رح نضل واقفين على الباب؟ آسفة، طبعاً تفضل. زينو وينها؟ قالت لي اجي لهون لأنه عندها شي بدها تقلي اياه. هي مع خالي على البرندا. شكلك أحسن. مزبوط. فرحتيني. يعني حزيران بنت حساسة وعاطفية كتير، لهالسبب اتوترت. هيك طبعا بتتوتر بسرعة وبتروق بعدين. المنظر كتير حلو هون. ها ليكن جايين. ايه قلتي لي إنك بدك تحكي معي وهي إجيت، عم اسمعك. بصراحة قلت لحالي أكيد في عندكن شي تحكوا فيه مع بعضكن. في حدا زعل حزيران اليوم وقسي عليها كتير كمان، بس أنت أكتر حدا بيعرف الوضع آراس، وأنا متأكدة عندك كتير شغلات رح تخبرها ياهم. كوبي فيك تجي معي لجوا تساعدني؟ لكن ما فيني ساعدك؟ كينجو أنا فوق. إيه؟
شفتك بحالة أحسن وعن جد انبسطت كتير. شكراً لك. إيه بس مثل مو شايف من أولها ما نجحت، يعني أنا ما بنتمي لهنيك أبداً، أنا غيرك. أنت مفكرة أني ما مرقت بصعوبات أبداً؟ يعني مرقت بصعوبات؟ حزيران، كنت طفل صغير وقت بلشت واجه الحياة، حتى أني ما كنت بعرف مشان شو عم اشتغل، بس كتير اشتغلت. وقت اللي كانوا بعمري لساتهم عم يلعبوا كنت فوت على دروس الموسيقى زعلان وعم ابكي، والأساتذة ما كانوا يرحموني أبداً. وإذا عم تقولي لحالك إنه هالشي بيصير أسهل مع الوقت فأنت غلطانة. ليش ما بيصير أسهل؟ بالعكس بيصير أصعب، حتى بعد فترة بتصير تحسي إنه حياتك ما بتنتمي إليك. رح يقولوا لك شو تلبسي، شو بدك تعملي، وكيف رح تحكي، وشو رح تاكلي. هي الساعة عندك بروفة رقص، وهي الساعة استوديو، وهي الساعة راديو، وأحياناً رجليكي ما عاد يقدروا يشيلوكي من التعب. والصحافة وقت بتكوني مشغولة بكل شيء رح تروح عليك كتير شغلات حلوة بالحياة وما رح تعيشيها. ليش أراس؟ ليش عم تشتغل بهذا الشغل لكان؟ تعي لعندي. أنا بخاف المكان كتير عالي. لا تخافي، أنا معك. شوفي، شوفي الطرف الثاني، شوفي الطرف الثاني من اسطنبول. هلأ غمض عيونك، أنا جنبك، ثقي فيني. هلأ أحلمي، قدامك ملايين الناس، كل هالعالم عم تهتف باسمك أنت وبس. حزيران، 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 حسي بالسعادة اللي حاسينها لأنهم شافوكي. تقدري تحسي بهالشي؟ بتشتغلي وبتقاومي وبتضغطي على حالك كتير، بعدها بتطلعي قدام ألف شخص فجأة وهالناس بيحبوكي لدرجة كبيرة. بهي اللحظة بتحسي إنك خلقتي كرمال هاد الشغل وما فيكي تشتغلي أي شي غيره. بتقولي هالشي لحالك إنه هي السعادة اللي حاسستيها بتستحق كل التعب. حزيران، ما بعرف إذا هي الأجواء مناسبة إليك، يمكن بكون عم ضرك إذا قلت لك بي، بس في شعور جواتي عم يقلي لازم تبقي، لا تروحي. ليكي، إذا كان بدك تشتغلي هذا الشغل فعن جد أنا بوعدك إني اهتم فيكي بنفسي. ها؟ شو رأيك؟ وقت اللي بس بطلي تسأليني ما بيكون بالدنيا كلها في حدا أحلى منك. تعالي لعندي. بصحتك. بصحتك. ما رح رد. تعرفي شو أحسن شيء؟ إني أطفي. يا سلام، ما رح أستغرب حتى لو كان كذب. معقول الملك يطفي تليفونه؟ دائماً رح أطفي بعد هلأ. هاي زينو. شو في زينو؟ عملت شغلة رح تضايقك كتير، قلت لخبرك فكرة مشان ما تعرف من غيري. وشو هالشغلة بقى؟ أنا ماني مثلك لأغلط، أنا بدعس وبمشي. جربت بس ما مشي الحال، حزيران رجعت. أنت عم تلعبي بالنار يا زينو، رح تحترقي فيها. أنا احترقت بالنار فيكو من وقت تعرفت عليك، وهلأ أنت احترق شوي كمان. شو؟
شو عم ترجع تخطط؟ قالت لأراس يجي لعند المساء، بلكي الموضوع بيتعلق فيه. ها؟ لنعمل شي شغلة لكان. ها؟ أيوة. انتبه لو سمحت. ولو يا خانم، أنا خبرة بهالشي، لو سمحتي لا تقلقي. رح أبرمى لهو مشان ما يصيبكن شي. جاهزين؟ جاهزين. آه الله، شفتوا؟ خليني صب لكم فورا. هاي الكاسة لمين؟ أها. هاي لمغنية الأوبرا. آه شو هالدلال هاد؟ يسلموا إيديك. العفو، تفضلي يا روحي. أها. شكرا. وهي إلك أنت، تفضل. لكن بصحة مستقبلنا. صحة حزيران. اه ايه صح، بصحة حزيران. صحة حزيران. تعي معي شوي لنحكي. لك خالي مشان الله، كيف عم تشرب ولاد؟ عادي. طلعي فيني، اوعك تفكري انك تروحي البنت. شو قصدك بهالحكي؟ عم حذرك لاول واخر مره. اذا كنتي عم تستغليها لتوصلي لي ايه انا عم بستغلها لاوصل لك، بس مو كرمالي انا، كرمالك انت. لا يا أمي، إذا بيجي حرامي ليسرقني بيشفق علي. اليوم خلصت كل المصاري اللي معي مشان أقنع البنت. لازم نطلع مصاري من تحت الأرض. هلأ بقيت بلا شي وما بعرف شو بدي أعمل. إيه حبيبتي، هلأ بدي سكر، برجع بحاكيكي. شو في هون؟ ها، شو في ما؟ واضح إنه هي اللي عطيتيني إياها مزيفة. ليكي يا اما بتدفعي لي المصاري هلا يا اما بتنقلي. انا بحكي معك من الشرق وانت بتجاوبي من الغرب. اليوم وصلت للصفر وما معي، بكره بدفع لك. هيك ما بفهم، جيبي المصاري اللي فوتك. يا بنت لا تخليني اترجاكي، اذا بدك بخلي لك هويتي، بس لا تخليني كل الليل واقفه برا. يلا بدي ضل هالليله. قلت لك اني صرفت مصرياتي على عمل الخير. لا ما بقدر اعطيك الغرفه، واذا رح تقولي لي انه في برد برا، في هنيك صوفايه نامي عليها. حسبنا الله حسبنا الله. يا ربي انت عم تمتحني اليوم شي؟ ماشي لكان، رح اقبل فيها اليوم.
ايه اخ انا اخذت برد بسببك. ايه رح تجيبي المصاري اليوم؟ اكيد. بيقولوا صباح الخير. اسمعي لقلك، اوعك تزتي لي شنطايتي برا قبل ما اعطيكي. اها ايه لا تشغلي بالك ابدا. لا اله الا الله. اوف شو بدي اعمل؟ يلي بيوقع بالبحر بده يتحمل ملوحته. اوف الو الو هي انا زينو. ايه رجعت وهلا بعد شوي جاي. ايه ما رح تحكوا؟ ايه فهمت، رح يوقع كل شيء على راسي. اراس احكي ليلى. اخي انت عم تنتزع وهالشي واضح. رجعي عيدي؟ أمك رجعت وكلنا منعرف، وعلاقتك مع أبوك مو منيحة، بس أنت لازم تشد حالك إذا بدك هالشي. صار معك حادث وتصرفت هداك اليوم ببرنامج الراديو برومانسية تافهة، شو عم يصير؟ أوكي كرام؟ أنت موافق على رأي ليلى؟ أخي لا تتطلع فيني أبداً، هديك الليلة زعلتني منك بس ما قدرت تمسك حالك. أخي ليك احنا ما لنا متعودين على اراسك، صحيح؟ صح. بعدين شفت هذاك الفيديو ويا ريت عمي عيوني ولا شفته، قلبي كان رح يوقف بلحظه. منيح اللي ما صار لي شيء، غير هيك بدي اسالك شيء. انت من وين جايب هدول التصرفات ها؟ من سوق الجمعه ما؟ في رايي؟ على اساس ما كان في اعلان منيح او سيء. انت بتعرف كم متابع خسرنا بهاليومين اه؟ بقول لك بدنا نعمل مؤتمر صحفي بأقرب وقت ممكن. يا أخي ليش عم تأجله؟ قلي في آراس اسمع شو قالت في راية وركز فيه مشان الله. معقول أنت هذا النجم يلي طار عقلي فيه بالزمانات يفكر هيك؟ طيب خلص يا شباب هدوا شوي، مو لهي الدرجة يعني، بلا ما نبالغ ونضخم الأمور أكثر من هيك. أنت طلعت بليلة أكلت وشربت ونحن ندمانين على هيك شغلة هم؟ ندمانين تمام. ليك آراس حبيبي نحن كلنا عم نحكي هيك كرمالك، لمصلحتك يا أخي. اوه اجا المعلم. ادو اسمعوا شو رح اقول هلا. يلا لنشوف. بلشنا. اتركوا ابني بحاله، ما قدر خوفكن عليه، وبصراحه عجبني ما عم كذب، بس اراس ما صار نجم مع الايام، هو خلق نجم وبيعرف كثير منيح شو بده يعمل وكيف بده يتصرف، واذا شي مره تعرقل بطريقه فانا المسؤول عن هالشي، لا تتدخلوا فيه ولا فيني. بعدين إذا أنت نسيت مين بتكون فأنا بعرف إنك ابني وحبيبي وقطعة من قلبي وروحي. الأبهات هنن الحارس السري لأولادهم. أراس أنت وبس همي الوحيد بهالدنيا. يلا قوم. في شي تاني، قد ما عشت وعانيت وإذا قلبك هلأ بيقلك اسم فأنت رح تمشي وراه. بابا؟ ايه وحتى إذا قال حزيران فما رح أعمل شي أبدا، معناها حزيران. يا روحي انت. بابا صدقني ما رح تندم. ذكرني شي يوم اذا نسيت. انا وانت يا ولد، انا وانت.
ابني، حياتي. زينو، أهلا وسهلا، نورتي المكتب. أهلين فيك يا فوز. لسنين ما أخذت منك شيء أبدا يا زينو، لساتك مثل وقت كنتي من 15 سنة. وأنت مثل ما تركتك من 15 سنة. تفضلي. جيتي لهون وبرجليكي، إن شاء الله خير. ما رح طول كتير عليك يا فوز، في بنت إذا ساعدتها رح تصير نجمة كبيرة. البنت بريئة ولساتها خام، بس بدك مصاري صح؟ شوي. بصراحة أنا وقعت عقد تسجيل بألمانيا ورح يجيني مصاري اليوم ولا بكرة. قلت بدي اياهم منك وبرجع لك ياهم. أنا بعرف إنك فلستي يا زينو، وعم تحاولي تعملي أي شيء لتكسبي ابنك. شو تركت شغلك وقاعد عم تلاحق أخباري؟ كل الشغل والعيلة والولاد. أنا تركت كل شيء كرمالك زينو، بس شوفي حالك هلأ. ابنك الوحيد بيكرهك، وطريقك فكرت علقاني فيه هديك اللي اسمها جولشين وما بتتركه أبداً. شكلك عم تدوري على منفذ، وشايفي هالبنت هي المنفذ. طيب، رح أعطيك شو ما بتطلبيه، بس عندي شرط بالأول. طبعاً، أكيد عندك شرط. تفضل احكي، عم بسمعك، شو شرطك؟ ليلة واحدة بالأسبوع. ألو؟ نتعشى فيها. نتعشى؟ ايه، نتسير سوا ومنتعشى. شيلك من هذا كله، انت بتقعدي وانا بتفرج عليكي. انا ما بدي شي غيرك زينو، اقبلي. وهلا بعطيكي شو ما طلبتي. إذا سألوك شي سؤال مزعج مرق وماشي حباب لا تزعل مني، بس أنا كتير خايفة. ما تاكلي هم، عندي. يلا روح بالتوفيق إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم جميعا. صار لي كم يوم وأنا عم فكر بهديك الليلة. الأشخاص يلي بيضلوا قدام عيون الناس مثلنا لازم يكونوا حذرين. بس مثل ما بتعرفوا كمان، أنا إنسان وبكتير أحياناً ممكن إني أغلط. بدي أعتذر من كل يلي بيحبوني عن هديك الليلة. أول شي بدي أعتذر من معلمي ورفيقي، أقرب شخص إلي بهي الحياة، أبي. صدقوني أنا كتير ندمان، يعني هي الكلمات ما كان لازم تطلع بشخص معجب بقدوته كل هالقد يلي هو أبوه. لأن بصراحة إذا أنا اليوم موجود هون قدامكم فهالشي بفضل أبي. أبي دايماً كان يقول لي ارسم طريقك بقلبك، وأنا كنت كل ما وصل لمفرق الطريق بتذكر يلي قال لي يا أبي قبل. وهلأ بدي منكم قبل ما تاخدوا أي قرار بحقي تسألوا قلوبكم شو عم يقول، شو هي أولوياته،
انسوا كل شي شفتوه وسمعتوه. قلبكن شو عم يقلكن؟ لأنه الطريق المسدود اللي بيوصله الإنسان بعقله بيطلع منه بقلبه وبس. يعطيك العافية جدو حبيبي، أنا هلأ بدي أطلع، اللي بدك مني شي؟ حفيدتي حبيبة قلبي، عندي شوي. شوفي هلأ، أنتي رح تدخلي بالطريق ويمكن يكون فيه حجر وتقعي، بس عرفي إنه إذا وقعتي جدك هو يلي رح يتوجع مثلك. إذا الهوى بينسم عليكي كلنا رح نبرد، بس ليكي إذا ما قبلوكي ارجعي فوراً ركض، راتب 3 شهور بكفينا نحن اتنين. بكفي طبعاً يا جدو بكفي، بس الله يسامحك أنا معقول أترككم؟ اسمعي، رح يصير كتير شغلات حلوة، مين بيعرف شو رح يقدموا قدامك؟ هاي شغلات يمكن حتى نحن تنسينا. جدي شو هالحكي هاد؟ معقول أنا أنساكن؟ معقول؟ تنسي الكل بينسى الكل، بس جدك هلأ عم يطلب منك طلب حطيه براسك. شو فيها؟ نسينا، بس اوعك تنسي مين انت ابدا، ماشي؟ والا رح يزعل منك هالعجوز. انا بعرف مين انا وبعرفك وبعرف عيلتنا منيح، انت لا تخاف علي ابدا. انا قلتلك من قبل انسي بنتي ورح تنسي، بس لا تنسي جدك ابدا، وتعي لعندي مره كل سنه. طيب خاطري بكلمتين حلوين وبعدها روحي، أنا رح أشتاق لك كتير يا بنتي حبيبتي يا روحي. رح تجي بهيك؟ معقول ما أجي يا جدي؟ معقول؟ لك أنا كتير بحبك حبيبتي. يا عيني قلت لك بكره رح يجيني مصاري وما صدقتي. خدي شبعي عيونك، خليتيني نام على هديك الصفاية الوسخة، مو معروف مين نايم عليها قبل. اسمعي، أول شي بتلمي المصاري الكبتية على الأرض وبتعطيني إياها، وإلا رح تخليني أتعامل معك بطريقة بشعة. أوه شو مهضومة. خلينا نرجع لموضوعنا الأساسي هلأ، عندي إلك عرض. وشو هو؟ شو رأيك تصيري مساعدتي؟ عفواً، بس قليلي مين حضرتك لصير مساعدتك؟ أنت شو رح تفرق معك؟ أنا بحاجة بنت شهمة مثلك، بحاجة لوحدة توقف جنبي، وأنت بتخلصي من شغلك المقرف، فندق مثل عذاب القبر، شو رأيك؟ إيه شو بتشتغلي أنت؟ بالمختصر المفيد، بشتغل بمجال الموسيقى. شو مشان الراتب؟ كل شهر والإجرة؟ تمام؟ منيحة؟ والتأمين؟ بدفعه دائماً. أنت أكلة ضربة على راسك أو صاير لا شي؟ أبداً. شو رأيك؟ ها؟ قبلتي؟ بكفي بقى، كرهت هالحياة، كرهتها. لك الله يلعنكم كلكم. لك الله ياخدك يا زلمة. شفتي؟ شو رأيك؟ شو اتفقنا؟ طيب ماشي، قبلت. برافو عليكي، ضبي كل أغراضك لنمشي من هون. وهلأ من بعد إذنك بدي أطلع على غرفتي وبدل ثيابي. ايه تفضلي. شو يلي عم بيصير هون؟ شو هالحارة تحولت لمقر الوزراء؟ تفضل مين بدك؟
ألو، مرحبا حبيبتي، شو الأخبار؟ ركزي معي حزيران حبيبتي، نحن رح نبلش بشكل جدي. أنت تعالي على المكان يلي رح أقلك عليه وأنا بخبرك بالتفاصيل، ماشي يا حلوة؟ يلا ناطرتك. أخ، أنت كيف عرفت مكاني؟ آه، كنت بعت ناس يلحقوني، ما؟ بشو رح تضربني هالمرة؟ بشاحنة؟ هيك بتكون مضمونة. فهمتك، أنا ما عملت هيك، بس رح أقلك هلأ كلمتين نضاف وواضحين، لا تهكليهم، رح يعطوكي نفس تأثير الشاحنة. قلي شو بدك فيكو؟ ورأيك صارت واضحة زينو، وأنا قبلت بهذا الشيء، وانت كتير رأيتي لحزيران، ورح يصير اللي بدك يا. بس رح نتفق على شوية شغلات، عندي شرطين. شو الكلمة اتفقين على نفس الحكي؟ أنا ما عم بفهم، ما بقي غير الشيطان، لسه ما اتفقت معه على شيء. لكن ليش أنا موجود يا حلوة؟ ايه صح، احكي اللي عندك. شرطي الأول، أراس وحزيران ممنوع يتقابلوا أبداً. طبعاً، هلأ صار دور ابنك، ما هيك؟ أساساً أنت نشفت قلبه للولد، وهلأ بدك تخرب له سعادته، ما؟ فهمت، بس هالشي ما بيمشي عليه فيكو، وإذا بده يصير شي بيناتهم خليه يصير، أنت لا تتدخل. شرطي الثاني، أراس ما رح يعرف أنه أنا اللي منعت هالشي. ليش لحتى أقبل بهالشي؟ أنا رح قلك، بصراحة معك حق، حزيران بنت منيحة، متعلمة وعندها عيلة وسمعتها حلوة، وافقت، بس إذا عرفت إنك وحدة صاحبة سوابق رح ترضى تشتغل معك، شو من شأن عيلتها؟ وإذا عيلتها بيعرفوا بهذا الشيء شو رح يعملوا يا ترى؟ نعرف منيح إنه زوجك رح يضغط عليك كتير بهي الفترة، لهيك الطلاق رح يكون صعب يا خانم، حتى ممكن ننشبر إنه نرجع ناخد ابنك وقت نقدم طلب تاني للمحكمة. مثل ما بتعرفي لازم ترجع تقدمي طلب للمحكمة وتثبتي إنه مانك حامل من زوجك. يا أستاذ عمالي اللي بدك يا، أنا ما بيهمني شي غير يرجع لي ابني، ما بدي غير هالشي، ورح أعمل اللي بدك يا. ما حدا يتحرك. شو عم يصير يا حضرة الشرطي؟ في بلاغ بحقك. أنا؟ إيه أنتي، شو عم تعمل انت؟ بعيد، توضح لنا شو هاد اللي عم يصير؟ لا يا سيدي، توضيح قدامك ليكو. شو هاد؟ مانو لألي؟ رح نقبض عليكي بتهمة انك قوصتي على زلمة قصدا. انا ما عملت شي ابدا، لك انا ماني عاملة شي. بتحكي هالحكي بالمخفر، يلا خدوها. يا استاذ عمل شي، انا ماني عاملة شي. اي زلمة انا قوصت؟ ما عم بفهم عليك. ما فيك تكون سيء لهالدرجة فكرت، ما رح تخبرها. لا تتحديني. أهلا وسهلا. أهلا فيك يا حبيبتي. أنتي منيحة؟ يعني صاير معك شي؟ في شي بدي قلك يا حزيران، وبدي منك ما تعملي شي غير يلي بقلك يا. شو الموضوع؟ ما رح تلتقي بأراس مرة تانية. ما فهمت، ليش لحتى ما التقى فيه؟ مو انتي اللي قلتي لي انه انا؟ انتي مستوعبة مدى صعوبة الشي يلي عم نعمله انا وياكي؟ ايه بس انا لازم تركزي كل طاقتك هلأ بهذا الشغل، انت مو بحاجة لأي شيء ممكن يشتت تركيزك ويخليك تقصري، بس الغلط غلطي، الغلط غلطي. أنا ما كان لازم خليكي تلتقي بأراس من الأول، هو عم يشتت لك عقلك، بس بدك ما تواخذيني، ما رح أسمح لك، مجبورة أنك تعملي هيك. طبعاً هالشيء إذا كان بدك تشتغلي،
وإذا كان بدك تشتغلي فلازم تختاري لكان أي واحد أهم بالنسبة إلك؟ شغلك ومستقبلك ولا أراس؟